أنا وأنت لو كان أسبوعنا هذا مثل أسبوع مفلح ما فلحنا. ولماذا؟ لا 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 تفهموني غلط يا إخوان. مفلح مفلح. والله لا والله قسم بالله لا تفهموني. لحظة يا إخوان. دقيقة دقيقة. لحظة يا إخوان. ولد ولد ولد. والله إنها فلح. وين الشركاي وين ولا ولي؟ والله إنها فلح. وين؟ يا إخوان. والله فهمتوني غلط. زلنا زلنا زلنا. والله فهمتوني. خلي يبرز. اسمع العلم يا أخوي. شوف من اليوم من سعد. بيض الله وجهك. من اليوم من اليوم ورايح أنا وأنت والملح. مفلح. نقاط النار. خلاص. اللي تبيه ايش؟ اللي تبي حقك ايش؟ نمنع عن الوجبات؟ ما اكل شيء؟ ما نو؟ لا يا مجيد بس لا مجيد مجيد انا اسلم اسلم انا وش ركاي والهامور وانا عربيكم سامحونا في الزله من الهامور شوف طال عمرك الهامور اللي مفلح 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 سابق سعيد مفلح الهامور خالد بن حميد مفلح قاطعه مطعم النظر مفلح طب تسمح لي انا اطلب رضاك قبل ان اطلب رضا اي انسان اخر الله عقب وش عقب ما نتفت هل تتكرم علي هل تتكرم علي بالتوضيح يا مفلح انا كنت اقصد كنت اقصد زين ان مشابهه الناجحين ايوه فشلنا ايوه لاني ابغى اضرب لك مثال شركه المانيه كبيره للسيارات جيد. تنتج سياره مميزه جيد جت شركه سعوديه قلدت نفس الاصدار حلو هذيك افلحت ولكن هذه ما افلحت مع انه نفسه حنا لسنا مفلحين ان قلدنا مفلح ولكن مفلح مفلح ناجح عاد يا اخوان يا اخوان كونوا ابو فازان الا بعد اخر الاسبوع شوف كم طلعتوا سم طلعتوا